مثل الشعب يقول يفوتك من الج... لو اقا كادم صدق واحد. كيف الحال سيد؟ حياك الله. ان شاء الله بخير. الحمد لله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. نعيمه. الله ينعمك. احمد صلاح اسمه؟ لا مو محمد صلاح. تعال تعال محمد صلاح و ليفربول. معك كلامكم في اوتي. منو اللي تابعنا كله يقول شهر رمضان مالوه شوال مالوه سؤال يوتيوب سؤال عادي تفضل كله طالعنا والمثل الشعبي يقول اذا صاح السلام عليكم وياكم احمد في برنامج وش يقول وسؤال الحلقه اليوم وش باسورد تلفونك لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب وتنشرون المقطع في كل مكان وتفعلون جرس التنبيهات يعطيكم العافية 9805-083-04 والمثل يقول حاميها حراميها هذا رقم الشخص يا عالم ايه رقم الشخص له هذا كله باسورد تلفون ايه رقم الشخص ماله ايه لا صح والله ما امزح ياك اخوي رقم الشخصي ها زين لو مو اول كم رقم منه كامل مره واحده اي عشان يصير صعب له حق اللي بي هذا يعني يبي يعرفه ما بيقدر يعرفه بس انت اللي تعرفه لو في احد غيرك بعد يعرفه اخوي الصغير اعرفه ساعتها اذا قال لي يعني بطلي وبطلع يعني ما في شيء هذا لا لا ما في شيء انا التليفون انا سامسونج مو سمون مو ايفون ايفون بس 4 ارقام لا الايفون الحين استواه 6 اي انا مو مصاب الايفون تبع السامسونج وان كويشن فور يو ماي فريند بليز يس هاو ار يو فيري جود اي فاين اي وانت اي وانت اي اي هذا اللي عطونا اياه في المدرسه اي وانت نو وات يور باسورد يا تلفون موبايل موبايل ماي موبايل يا وات يو وان ماي موبايل اي وانت باسورد يور باسورد حتى حتى لغات كلب شنو يعني تقصد اي دونت هاف ماي باسورد اونلي فور مي اتس باسورد اونلي سيكريت واي سيكريت بيكوز اتس نوت شيربل يو ار دبلوماتيك بيرسون يس اوف كورس Thank you. You're welcome, sir. How are you? Say hello. Good. وش باسورد تلفون؟ ما اقول. لو ما اقول. خاف لو ما اقول. قول قول اول رقمين منه. ما اقول. لو ما بقول. وش في يعني اللي ما بدي اقول؟ ما في شيء. بس ما تبى احد يعرف. والمثل الشعبي يقول إلا في القدر يطلع الملاس حوالك سيء زين قول لنا وش باسورد تلفونه عندي واجد أنا لا الباسورد اللي تفتح بتلفونه ما لك شغل هو خصوصية وش الخصوصية اللي عندك أنت عندي انا فوق هذا 17 حساب مستحيل اعطيك اياهم حساب انستغرام واجد واجد ايه مشهور شكله ايه مثل سرعتك وانت تكتب باسورد تلفونك نبغيك تصير سريع في اللايك والشير والسبسكرايب ولا تنسون تفعلون جرس التنبيهات السؤال يقول وش باسورد تلفونك حقوها باسورد تلفونه؟ حرف هاي اللي كذي مو رقم حرف الزد حرف الزد؟ لو ايش جاب وش اسمه؟ حسين بس يا رحت بسوي الباسورد كذي كذي خلاص استوى حرف الزد ما تخاف احد يعرفها الحين؟ لا عادي اجيب التلفون تشوفه؟ لا لا ما يحتاج تجيبه لي كيف الحال؟ حياك الله سؤال يقول سمعت السؤال لو اقوله له وش باسورد تلفونه؟ باسورد تلفوني وجهي. في باسورد صدق ايفون عندك؟ بس في باسورد لازم. تبي تعرفه يعني؟ ايه. وعد 9 9 5 9 5. واو.
1-9-5-9-9 زين لو صعب كذا بعد يبون ستة مو صعب انا بالنسبة لي مو صعب لو ايش ما تسوي ثلاثة ارقام متشابهة وثلاثة ارقام متشابهة موالي لي لا موالي كم 95 اكبر مني يعني يمكن كم انت انا 97 اوه صغير في العمر انا بعدني ما كبرت في السن زين بالمثل الشعبي يقول يفوتك من الكذاب صدق واجد زين يعني ما اللي هو ويش اسمه مواليده ايه رقم الشخصي رقم مواليدي رقم الشخصي 6 ارقامه اي لا يمكن 6 ارقام من الرقم الشخصي كم هو قلت 1-9-9-5-9-5 شهر وما ادري يوم عيد ميلاده والشهر والسنة تقريبا 1-4-4-3-3-8 هذا باسوردي واتحداكم تكتبون باسورداتكم في التعليقات يلا بسرعة السلام عليكم عليكم السلام اسألك سؤال اليوم السؤال يقول اعطنا او قل لنا باسورد تلفونك مال تلفونه بسيط الباسورد دقيقة فتح في الوصمة اتصبعتك حق يطلع تكرم 3-4-1-6-7-2 عقب شوي بتغيره لا ليش اغيره يعني ما تخاف ها لا ما في شي التلفون هذا يعني مجرد ان لا احد يفتحه يتعبى ثبه من هذا من الاخوان باسورد تلفوني 3-3-2-2-1-1 لو ايش بسيط لهالدرجة بعد كل شي ببساطة لازم تسوي لو يمكن عندك معلومات مهمة تخص ناس فيديوهات شي ما عندي صراحة يعني سيد انا اطرش لك فيديوهات بين الفينة والاخرى والمثل الشعبي يقول اذا بغيت صاحبك دوم حاسبك اليوم سيد يعني ما احد يتطفل عليها يشوفها ينشرها بلوى ما حيقدر تشوفها عليه باسورد له زين الباسورد كلش بسيط ما حد يجي في باله الباسورد 3-3-2-2-1-1 ايه 3-3-2-2-1-1 يعطيك العافية سيد لازم تهتم لأسراري عشان أسرارك أحفظها وأصونها مشكلة مو مشكلة يعطيك العافية الله يعافيك بالأمس سوون لايك وشير سبسكرايب لايك وشير سبسكرايب فعلون جرس تنبيهات واش فعل أصله يعطيك العافية السلام عليك عليكم السلام كيف الحال الحمد لله الله يسلمك سؤال شوي يعني له نفس ما نقول شخصي وايش باسورد تلفون ما في باسورد ما في ايه ساعات اخلي صورة صديقي لو صورته اني احبه تحبه يعني ساعات الباسورد صورة صديقك ايه خلي كذي يعني كل شيء في عندي برنامج خلي بس بالباسورد بالصورة اوكي يحبون بعض عدل اكثر مما تصور زين بنساله بعد اوكي تفضل كيف الحال؟ حياك الله الله يسلم وايش باسورد تلفونه؟ نفس ما قال الصورة خليها على هذا لا وصلتون لدرجة عظيمة انتم من الصداقة انت كل يوم تعال بشوفنا هذا المكان اللي على طول كله يا بعض من الدراز يعني من الدراز ايه ايه لا نروح بعد لبديع بعد بلن جمرة ما تجو بعدكم ممشي نروح انا عادي احنا نروح شو اسمه نروح الايام نشتري نروح شو اسمه الساعات كله في بلن جمرة على طول يعني اثنينكم اصدقاء يعني هذا الله يخليكم لبعض مثل ما شفتون ان كل واحد عنده كلمة سر غير شكل ولازم تحافظون على خصوصية باسورداتكم واجهزتكم واللي يبي يساعدني علشان احمي تلفوني يضرب لايك